اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حلقاتنا مع الغطس في النادي الاهلي ابطال الدرع العام للموسم الثاني على التوالي. برحب بكابتن عمرو كاشف المدرب العام لفريق الغطس. اهلا بيك يا كابتن عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك كابتن هيثم، تسلم، الله يبارك في حضرتك. طبعا بنرحب بسامه خالد نجمه النادي الاهلي تحت 18 سنه وضيفتنا دايما اللي معانا. اهلا بيك يا سامه. اهلا بحضرتك. بنرحب طبعا بهنا وليد لاعبه 15 سنه. اهلا بيك يا هنا. اهلا بحضرتك، منورانا ومبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا ريتاش سامح كمان تحت 15 سنه، بنرحب بيك يا ريتاش. شكرا. كابتن عمرو اجي لك يمكن انجاز كويس، يمكن السنه دي وضحت انا في بدايه الحلقه ان احنا السنه دي واخدين 8 اوفر 9 من الكؤوس، يعني 8 كؤوس من 9 وده انجاز. السنه اللي فاتت خدنا الدرع العام ولكن ما كانش بعدد الكؤوس ده. الكؤوس ده نتيجه ايه يا كابتن؟ خاصه ان النتائج 99% من اولاد النادي. والله هو الحمد لله، يعني التوفيق من عند ربنا الاول، وهي خطه احنا شغالين عليها من 4 سنين، وموضوع كان مجهود متكامل من اسره الغطس كلها. اسره الغطس طبعا كابتن طارق النبيل المدير الفني، كابتن محمد العسال مدير قطاع الناشئين، وطبعا كل الكلام دوت. احنا كان في برنامج وكان لينا تارجت من 4 أو 5 سنين كنا عاوزين نوصل له، ان احنا ماشيين للتارجت ده واحده واحده. فالحمد لله ربنا وفقنا. السنه اللي فاتت خدنا الكاس العام، الدرع العام للسيزون كله، كاس مصر والجمهوريه. الحمد لله السنه دي برضو ربنا كرمنا تاني سنه على التوالي زي ما حضرتك قلت. بس السنه اللي فاتت ما كانش بنفس الانجاز بتاع السنه دي. السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا، النقط، مجموع النقط، الاولاد كلهم مستواهم متحسن، فكان الدرع العام الحمد لله بجداره احسن من السنه اللي فاتت. اكيد يا كابتن، واكيد لسه عندنا الجديد، يعني لسه عندنا السنه الجايه اكيد اكتر واكتر ان شاء الله. حضرتك عارف ان طول ما احنا ماشيين الحلم بيزيد وبيكبر، والحمد لله ان شاء الله احنا في انجازات ثانيه وفي دراسه ليها ان احنا نوصل لاحسن من كده باذن الله. هل عندكم حلم يا كابتن من ضمن احلامكم ان انتوا توصلوا يبقى عندنا 10 زي ما عبد السلام، عن لعيبه، عندنا لعيبه لعبت بطولات عالم موجودين وهيكونوا معانا كمان شويه، بس هل عندكم اكتر امل كبير ان انتوا تحققوا على المستوى الدولي او تقدموا لمصر على المستوى الدولي مجموعه من الغطاسين اللي موجوش قبل كده؟ باذن الله، يعني هو ده التارجت بتاعنا، ان احنا نرتقي بكل الولاد بتوعنا، كل ولاد النادي الاهلي، ان هم يبقوا كلهم للمستوى الدولي ان شاء الله. ان شاء الله. وانتوا قدها حدود يا كابتن؟ باذن الله. سامه جيلك يمكن كنت معانا من سنه وقلت انا بحلم وبحلم وبحلم، صح؟ حققت اللي بتحلمي بيه لغايه دلوقتي ولا لسه؟ لا لسه شويه، لسه بحلم من الجامعه. كويس. قولي لي بقى انت عملت ايه السنه دي وشاركت في ايه يا سامه وخدت ايه؟ يعني كلمينا بقى عن مشوارك السنه دي. السنه دي البطوله اللي فاتت دي في بطولتي جبت ميداليه واحده الفضه. كانت دي اول بطوله، اول اللي هي بطولتي الاساسيه. اه سبورتنج. كانت في نادي ايه؟ كانت في نادي الجزيره. اه خدت فيها كام؟ خدت فيها فضه بس. فضه. طب وبعد كده لعبت ايه؟ كان كده كان ارتفاعات ايه؟ قولي تفاصيل بقى اكتر يا سب. خدت فضه على الثابت اللي هو ثابت اعلى حاجه اللي هو 7 متر؟ اه 7 متر. تمام. وبعد كده لعبنا ايه بقى بعد البطوله دي؟ بعد كده لعبنا العمومي بقى اللي هي الأكبر. انت بتلعبي عمومي؟ ما هو لما بحقق في بطولتي بخش عمومي. ما شاء الله. طب احنا ما نعرفش المعلومه دي والساده المشاهدين برضو، يعني انت لما بتحقق في سنها لاعبين الناشئين اللي بيحقق في البطوله بتاعته او في المرحله بتاعته ليه الحق ان هو يدخل عمومي. ممتاز. فسامة كان ليها الحق ان هي تشارك في العمومي، والحمد لله ربنا وفقها في العمومي. عملت ايه بقى في العمومي؟ عملت في الفردي جبت برونز، وبعد كده نزلت سينكرو وجبت فضه برضو. ما شاء الله، يعني انت في مرحله الجايبه فضه والعمومي كمان واخده ميداليات، فده يدل ان شاء الله المستقبل ليك يعني. ما شاء الله. طيب يعني دول الثلاث بطولات اللي دخلناهم بس، وهل دخلنا في حاجه ثانيه ولا لا؟ يعني هو كابتن قال دوري وكاس، صح كده؟ الكاس عملنا فيه ايه؟ يعني ايه؟ يعني لعبنا الكاس فين؟ عملنا فيه ايه؟ لعبنا ماتشات في الكاس ولا لا؟ معرفش. ايوه هي كانت في كاس مصر، كانت جايبه ذهب، كانت جايبه ذهب وبرونز. في كاس مصر؟ في كاس مصر. اه تحت الكاس. اتلعب فين كاس مصر؟ كان عندنا في، كان كاس مصر البراعم كان عندنا في الاهلي، والناشئين كان في هليوبلس. بس كويس ما شاء الله، كانت بتلعب لعبتها. سامة ادتنا نقاط كتير في، يعني ما شاء الله هي كلاعيبه. ما شاء الله. احنا في الاخر الكاس هم اللي بيجمعوا النقط بتاعتهم هم. كل لعيبه في مرحلتها بتدي نقط للنادي. ما هي سامة من كتر الماتشات يمكن نسيت شويه الماتشات اللي بتدي ونسيت الميداليات، بس ده كويس ان اللعيب بيكسب ويرمي ورا ضهره. يعني سامة ما شاء الله عليها مش فاكره الماتشات ولا الميداليات. كابتن فاكرها لك اكتر. طب خلينا نروح لهنا. هنا يعني برضو كلميني السنه دي عملت ايه؟ كنت معانا من سنه برضو هنا. أوه. وكنت بتحلمي برضو باحلام وبطولات وكنت اصغر من كده. أوه. هل انت فعلا السنه دي عملت اللي تتمنيه ولا لسه؟ يعني جزء.
جزء. طب قولي لنا الجزء اللي انت عملتيه السنه. كان هو ان انا شكلي بقى احسن في النط في تطور شويه، بس يعني مش كله طبعا، بس يعني جزء من ده اللي حصل يعني. طب خلينا نتكلم على بطوله زي ما اتكلمنا مع سما، دخلت ايه بطولات، كسبت ايه البطوله دي؟ جبت دي كانت فين؟ دي كانت في الجزيره. الجزيره جبت ذهب من ثابت، ممتاز، 7 متر برضه. تمام. وجبت فضه من متر، وفضه من 3، وفضه في السينكرو مع ريتاج. ما شاء الله. طب انت الاصعب لك الثابت ولا المتحرك؟ هو انا بحب المتحرك فبحسه سهل. بس يعني يعني على حسب كل واحد بيحب انهي بورد، فبالنسبه له بيبقى اسهل. بس انت جايبه ده في 7 يعني. ما شاء الله يعني الحمد لله يعني. طيب ساهمتي بشكل كبير برضو، جمعتي نقط مع فرقتك زي ما كابتن عمرو بيقول، وكان ساهم برضو ان احنا ناخد الدرع. طب انت للسنه دي عايزه تحققي ايه؟ يعني انت دلوقتي لعبتي عموما ولا ما لعبتيش؟ لعبت لعبت البطوله دي واللي فاتت. عملت ايه؟ البطوله دي انا كان نزلت المتر الاول يعني نطيت حلو، بس ربنا ما وفقنيش يعني. بس عملت كويس، بس بعد كده بقى جالي برد وسخونيه وكده، فما قدرتش انزل البوردات. يعني جالك اصابه تعتبر. تعبتي، الف سلامه عليكي. الله يسلم حضرتك. هو طبعا اكيد التعب ده ملوش حل يعني. الكابتن قال لي بلاش تنزلي كده. لا ما ينفعش تنزلي طبعا. طيب بس انت من حققت في مستوى في عمرك اللي فاتت عملت كويس الحمد لله في العموم. لا بس برافو عليكي. طب هتعملي ايه او نفسك تعملي ايه لسه؟ نفسي في الاولمبيكس ان شاء الله يعني. ان شاء الله توصلي. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب والمنتخب، هل ليكي منتخب في سنك ولا هو منتخب عمومي بس؟ لا في سن. في سنك. جمع لعبتوا حاجه؟ لسه ما لعبتش يعني، بس ما شاركتش لسه لحد دلوقتي، عشان كان يعني السنه دي كانت اول سنه ليا اللي هو سني يقدر يجيب. قبل كده ما كانش ليا. ان شاء الله تروح الاولمبيات، وان شاء الله نسقف لك ونشجعك جامد ان شاء الله. ريتاج ايه الاخبار؟ قولي لي عملت ايه السنه دي؟ طيب جبت في السينكرو من 3 متر مع هنا فضه، وفي عمومي سينكرو من على 10 متر مع سما جبت فضه برضه. انت طلعت 10 متر في العمومي ما شاء الله. 13 عملت ايه؟ جبت ايه؟ جبت فضه. فضه. انت جبت برونز صح؟ ولا جبت؟ انا جبت برونز فضي برضه من على 10، ومعاها في السينكرو جبت فضه. ما شاء الله. يعني انتوا يعني حتى على المنصه 2-3 تلاقيهم من الاهلي، 2 أو 3 من الاهلي، مش بس الكاس لا ده المنصه كمان. الحمد لله في كل التتويج لازم 2 أو 3 من الاهلي. الحمد لله فعلا. انا شايف حتى ايه مع كذا ذهب ده انا فضه. طب يعني الله اكبر. طب وليه يا ريتاج يعني انت يعني لعبتي كام بطوله فاكره السنه دي؟ كتير ولا قليل؟ بطوله واحده ناشئين وعمومي بس. ناشئين وعمومي. ولعبت دولي وكاس؟ لعبت دولي وكاس يا كابتن؟ بس هو السنه دي لسه ما تلعبش كاس مصر. لسه هم لعبوا بس بطوله الجمهوريه. لعبوا بطوله الجمهوريه. لسه كاس لسه مصر كاس ان شاء الله. طيب قولي لي يا ريتاج انت نفسك تعملي ايه؟ يعني انت ما شاء الله دلوقتي خلاص بقيتي بطل، يعني اللي يطلع في الثلاثه الاوائل واللي يمكن حتى لغايه الخامسه خلاص بقى بطل، بيبقى الفروقات قريبه. عايزه تحققي ايه؟ نفسي اولمبيكس. كله نفسه في اولمبيكس، بس عايزين نشوف 4-5 لاعبات يعني نقدر. شايفاها صعبه؟ شايفاه نقدر نحققها يعني. طب لعبك في النادي الاهلي هيساعدك؟ اكيد. طب ليه هيساعدك في ايه؟ هو الكباتن من احسن الكباتن الموجودين في مصر، وكلهم سبورتيف جدا ويساعدونا، وهم عملوا فرق كبير جدا معايا. ما شاء الله. طب انت بتمرني كام ساعه ريتاج في اليوم؟ بص كابتن عمرو ليه؟ ما كابتن عمرو كابتن عمرو يمرنكم كتير ولا ايه؟ ساعتين ثلاثه بتمرنوا قد ايه؟ ما كل يوم بيختلف. بيبقى عندنا حاجات معينه بننزل لو خلصناها بنمشي، فعلى حسب احنا بنخلص في قد ايه يعني. طب انت عشان تتقني الحركه يا ريتاج في الهواء لازم تعمليها على الارض الاول ولا ايه؟ يعني عارف الحاجات دي فنيه، كابتن عمرو يكلمنا اكتر، بس خليني اسمعها منكم. اعتقد جزء كبير من لعبتنا هي الفتنس، فيعني الارض والبدني والحاجات دي بتساعدنا ان احنا في الميه نعمل حركات احسن. طب لو في حركه جديده بتتعلميها، تكنيك جديد بتعمليه وانت واقف على الستاند وتعمليه في الهواء، ولا بتجربي الحركه الموف الاول على الارض؟ بنجرب على الارض او في الاول يعني عشان ناخد زي سنس كده مثلا، وبعد كده بقى بنطلع على الميه. بتبقى بس بتبقى يعني الموضوع. طب خليني اسالكوا سؤال سريع كل حد، ليه الغطس؟ عشان خلي بالك في ناس بيتفرجوا علينا، ليه اخترت الغطس؟ بصراحة هي جت صدفة. كنت بتلعبي سباحة ولا بتلعبي حاجة تانية؟ كنت بلعب سباحة وجمباز، بعد كده رحت مع كان أخويا وأختي الكبار كانوا رايحين عايزين غطس. بس فهم أختي كانت كبيرة، بس أخويا دخل
وبس هو الكابتن شافني وقال ان انا يعني جسمي كويس وان انا انفع جدا في الغطس بس. وبدأت ودهب بقى وفضه وبعد كده الحمد ما شاء الله. لله الله اكبر عليك. انا بشكركم طبعا نورتوني وشرفتوني طبعا كابتن عمرو الكاشف المدرب العام. انا اخليك بشكرك مسيح. والف مليون مبروك حاجه يعني جميله جدا جدا. الله يبارك في حضرتك. بشكرك يا سما والف مليون مبروك وان شاء الله يعني مستني منك كتير لسه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا بشكرك هنا وليد والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك ان شاء الله الاولمبيك هستناك ان شاء الله. طبعا بشكر ريتاش سامح الف مبروك وبرده الاولمبياد مستنياك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ولسه مكملين معاكم ابطالنا في الغطس في النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل.